في جولة مع الرحالة محمد الشاوي، تحرك فريق العمل للوقوف على بعض المعالم التاريخية والاكتشافات. انطلقت الرحلة صباحا من مدينة بريدة، وكانت الوجهة بداية من دخنة بمحافظة الرس، وتحديدا من وادي دخنة وما عرف قديما بوادي منعج. احنا الحين واقفين عند وادي دخنة. الوادي هذا من أشهر أودية نجد جنوب مدينة الرس، قديما يسمى وادي منعج. ذكر الشعراء يعني كثيرا من ضمنهم رول قيس، لبيد بن ربيع العامري. الوادي هذا قامت عليه بلدة دخنة الآن، ويمر بمعلم من أشهر معالم نجد وهو جبل خزاز. مر القيس ذكره في بيتين، ذكر فيها ثمان مواضع كلها في حماضرية. يقول: غشيت ديار الحي بالبكرات، فعارمة فبرقة العيارات، فغول فحليت فنفء فمنعج، إلى أبرق الداءات ذي الأمرات. هذا الوادي هو وادي منعج. ثم كانت المحطة الأخرى جبل خزاز، حيث توقفنا هناك، واستمرت الرحلة حتى توقفنا عند غار يقع بين الجبال، تميز بشكله وموقعه، والذي يسمى بغار ثويمر بهضاب المخامر. وهذا جبل خزاز الآن في الخلف، أحد أشهر المعالم التاريخية في المنطقة، منطقة القصيم، يقع جنوب مدينة الرس بالقرب من بلدة دخنة. والمعلم هذا تاريخي، وقع عنده يوم من أعظم أيام العرب في الجاهلية قبل الإسلام، بين ملوك اليمن وبين قبائل نجد. انتصفت فيه قبائل نجد على ملوك اليمن. معلم سياحي جميل، غطاء نباتي كثيف، ويعني يأتيه الزوار من الرس، من عنيزة، من بريدة، من جميع محافظات القصيم، بل بعضهم يجي من خارج المنطقة أيضا، من الرياض وغيره. هو معلم سياحي جميل للمنطقة. أودية وجبال وآثار قديمة في رحلتنا، وبرغم صعوبة الطريق التي واجهتنا، إلا أن المتعة وحب الاكتشاف كانت دافعة للمواصلة. ثم توقف فريق العمل بين الجبال وتحت ظلال الأشجار ليستمتع بجمال الطبيعة وشبة النار مع شرب القهوة والشاي بشعيب الجرف بجبال طخفة جنوب غرب منطقة القصيم. احنا الان جبل طخفة. جبل طخفة جبل تاريخي، معلم من المعالم التاريخية اللي احتفظت بمسماها القديم من العصر الجاهلي، وهو يسمى جبل طخفة. طبعا هو من معالم الحمى حماضرية، وحماضرية احد الاحماء الثلاثة المشهورة، حماضرية، حمى الربذة، حمى فيد، كانت احماء لعبل الصدقة من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمرت الاحماء هذه الى زمن الخليفة المهدي. سبحان الله، مثل الأماكن الجميلة هذه، يعني قد تكون جميلة بعيني أنا، لكنها ميب جميلة بعيون بعض الناس. يعني بعض الناس يعتقد مثلا أن الجمال ربيع ولا غدير من الماء ولا شلالات، لكن إذا شاف الواحد التاريخ، تاريخ المكان، وقرأ فيه، وعرف أن هالمكان ورد في معلقة من المعلقات، وذكر في قصيدة من قصائد الشعر الجاهلي والإسلامي، يتغير نظرته للمكان، حتى لو كان المكان يعني ما في أي مقومات جمال، لكن تلقاه يستمتع فيه، لأن فيه الآن يعني نظرة تاريخية وجانب تاريخي يعطي المكان جمال ويعطي قيمة. ثم توجهنا للوقوف على طريق الحجاج وأحد أبرز المعالم هناك، وهي بركة طخفة. هذه طال عمرك بركة زبيدة، إحدى برك طريق الحج المصري، تسمى بركة طخفة. طبعا هي موقع الآن قبال جبل طخفة، هذا جبل طخفة أمامنا. يمرون الحجاج من جاي من منزل رامة باتجاه منزل ضرية، ويمرون على طريقهم بالبركة هذه، وشوف القناة هذه المائية يجي الماء مع الوادي عبر القناة هذه يعبي البركة. ومع غروب شمس ذلك اليوم انتهت رحلتنا، وتوقفت حكايتنا مع الرحالة. لبرنامج الشبه 2، أحمد حسن، القصيم.